تحية طيبة للمتتبعي شوف تيفي من قرية سمورة اللي هي تابعة لإقليم ميدلت. الشباب ما لقاوش فين يلعبوا كرة، ما عندهمش ملاعب ديال القرب، تقريبا الإقليم كامل ما فيه حتى شي ملعب ديال القرب، ولو لقاو هاد البلايص اللي هما بعاد شوية على المدينة اللي ممكن أنهم يتعرضوا للخطر فيهم باش يعني يلعبوا كرة ويزولوا كيفاش كنقولوا الهوايات ديالهم. غادي نشوف التدخل ديال واحد من الشباب. السلام عليكم، زهير ايت سعيد حقي من قريه اساكا التابعه ترابيا لجماعه ايت زدك، فاعل جمعوي رئيس جمعيه نداء المستقبل. اليوم في هذه اللحظه كنتواجدوا حنا في واحد يعني اللي كنعتبروا حنايا كشباب ديال المنطقه ملعب، اللي هو اصلا ماشي ملعب، هو فقط مجرد فدان، مجرد حقل. فاذا حنا من المشاكل اللي غادي نناقشوا في هذا البث المباشر اللي اصلا شوف تي في مشكور على تلبيه الدعوه، هو احدى المشاكل اللي كيعاني منها الشباب ديال المنطقه بصفه عامه واسكا على وجه الخصوص، هي ملاعب القرب. فبالله عليكم فرح حشومه عيب وعار اننا نكون في 2020 وفي اقليم قد ذقت السخط وربع برلمانيين في اقليم كامل وما عندناش ملعب القرب. فهذا يعني من الاشكالات اللي كنعانيو منها حنايا ديال المنطقه بصفه عامه. فما غنناقشوش المشكل ديال دعم الفرق والانديه اللي كتزاوج باسم مدينه ميدلت، سواء شباب ايد زدك، سواء نهضه ميدلت، سواء شباب ايد زدك، سواء الرجاء الرياضي، نادي الرجاء الرياضي لميدلت، سواء يعني الشباب النسوي ديال اتحاد ميدلت لكره القدم. فما غنناقشوش هذا المشكل، غنناقشوا مشكل ديال ملعب القرب. فما عندناش نهائيا وبالمره مشكل يعني ملعب ديال القرب. كنا حنا كاطار جمعوي دخلنا في يعني فتحنا الحوار والنقاش مع احد اعضاء مجلس الجمعيه قبل سنتين يعني من الان، فاجابنا ان هناك اشكاليتين. اولا الاشكال الاول ديال الوعاء العقاري، الاشكال الثاني ديال التمويل. فشفنا ان الامكانيات الماديه ديال الجامعه ما غتسعفش، لكن هكا ما كيشفعش لهم انهم يترافعوا على احدى المطالب ديال شباب ايد زدك ويعني وسكان مدينه ميدلت بصفه عامه. كملاحظه يعني هذا الملعب هذا اللي كنعتبروه حنا شخصيا يعني ملعب القرب، فهو كتزول فيه ابرز المواهب. فاخر حاجه وقعت هي ان يعني الفتيات ديال النادي ديال شباب اتحاد ميدلت حققت الصعود انطلاقا من التدريب ديالها، وكنحيهم من هذا المنبر حيت بامكانيات محدوده وضعف ضعف اليد تمكنوا انهم يحققوا الصعود للقسم الثاني فقط انطلاقا من هذه الرقعه الجغرافيه اللي ما كتصلح لحتى حاجه يعني من غير كره، حتى حاجه ما كتصلح لها من غير كره. فهذا اذا ابرز الاشكالات اللي كنعانيو منها خاصه. فاذا هذه من هذا المنبر دعوه صادقه وصريحه لكل المجالس المنتخبه انها تدير في اليد من ان تفك هذا المشكل هذا اللي كنعانيو منه كشباب يعني، وهذا كتحمل منه المسؤوليه سواء الجهات الوصيه على قطاع الرياضه، سواء المجالس المنتخبه، سواء الجماعه الترابيه الايد زدك، سواء الجماعه الترابيه المرصيد، سواء الجماعه الترابيه الميدلت. فاذا هذه من ابرز الاشكالات اللي كنعانيو منها حنايا وكنفديو فيها ظرائف كثيره خاصه بعد الاصابات الخطيره. شكرا. هذا المشكل ما حاولتوش تطرحوه على الجماعه؟ كنا اصلا كاطار جمعوي فتحنا النقاش مع المجلس الجماعي التابع ديالنا اللي هو جامعه الترابي ايت زدك، فتحنا مع بعض الاعضاء، فلقينا في ابرز المشاكل هو الوعاء العقاري، يعني ما لقيناش بقعه جغرافيه فين ممكن انه يترافع على هذه المساله. الاشكال الثاني هو يعني مساله التمويل، لكن هذا ما كيشفعش لهم انهم يترافعوا على هذا المطلب اللي هو مطلوب مشروع، انه يكون واحد فضاء ديال القرب اللي ممكن انه يعني الشباب ديال المنطقه انها يعني تزول المهام ديالها وتبعد على الطابوات والمخدرات اللي ممكن تصيب الصحه ديالهم. لكن لسوء الحظ لا حياه لمن تنادي، خاصه اننا حنا في واحد الاقليم في واحد الجماعه الترابيه اللي عندنا واحد النائبه برلمانيه، لكن للاسف الشديد ولو مره لم تترافع في قبه البرلمان على احدى هذه المطالب. كاين شي واحد اخر في الشباب بغى يعطي الراي ديالو؟ محمد ايش مدي السلام عليكم، اولا كنشكرك على الاستضافه ديالنا، وكنتمنوا ان شاء الله من الجهه المعنيه يشوفوا لنا شي تيرين ان شاء الله ولا شي حاجه لهذه المواهب. كما كتشوفوا دغيا صغار ولا ما كاينش، ما عندناش فين غنلعبوا، هنا كيتحسب بحال قلتي شي فدان
اللي هي ما كانت من غنلعبوا وحده ديال القيروان كيزعكونا منها. كنتمنوا ان شاء الله يديروا لنا شي تيران صغير مين يفوت ولا شي حاجه يلقاو الدري غير فين يلعبوا. وكنشكروك مراد. اذا كما كتشوفوا المشاهدين هذا هو الملعب ديالهم، يعني هذا هو اللي كيعتبروه ملعب ولا يعني بديل الملاعب القرب اللي نورمالمون خصها تكون في اي جهه. السلام عليكم، اولا مرحبا بكم عندنا هنايا في اسكا. ما غاديش نضيف الكثير من داكشي اللي قال الاخ زهير والاخ محمد. انا كنطلب من المسؤولين غير ولو برمشات عين يشوفوا لهاد الجهه حيت مواهب كيضيعوا. انا الاول فيهم، الان السن ديالي 38 سنه وما لقيتش الدعم. كنت كندير العاب القوى، ما لقيتش الدعم للاسف ما كملتش في المسار ديالي. ودابا انا كنشوف ما امكن باش غادي نشد بيد هذا الشباب هذا باش ولو نوري لهم غير الطريق بسيطه باش يوصلوا. كنتمنى من المسؤولين يشوفوا لهذا الاتجاه هذا، لانه هذه المنطقه هذه كتعجب طاقات ومواهب كثيره، سواء العاب القوى وكره القدم، مجموعه من الشباب كتضيع هنا للاسف. وكنتمنى باش يديروا لنا شي تيران ديال القرب، انه كاينين ثلاثه ديال التيرانات ديال القرب غادي تاسسوا فائد الزق ولكن ما شفنا والو. كنتمنى للمسؤولين باش يبادروا بهذا الشيء ويقوموا لنا بشي تيران. عوده مجددا، بالنسبه للمساله الاخرى اللي بغيت نوصل، اننا حنا ما عندناش مساله ديال المواهب والاشكاليات المواهب، حنا عندنا مساله ديال تدبير وتسيير. فعندنا مواهب عطات وكتعطي وباقي كتعطي، وابرز مثال واخر نموذج هو الفتيات ديال مدينه ميدل اللي شرفات يعني اللواء الميدالتي وتمكنت انها تحقق الصعود انطلاقا من التدريب ديالها في هذا الفضاء وبامكانيات محدوده. دونك ما عندناش حنا اشكال ديال المواهب ولا اشكال ديال المواهب، عندنا اشكال ديال التدبير، عندنا اشكال ديال الدعم والفرق والانديه الرياضيه، عندنا اشكال ديال الاهتمام بالقطاع الرياضي. فهذه اذا مره اخرى وبالنيابه على الشباب ديال اي تصدق وميلت بصفه عامه، كنوجه رساله صريحه وصادقه للمجالس المنتخبه والجهات المعنيه والوصيه على القطاع الرياضي، انها تكلف بالقطاع الرياضي، انها تقوم بالنهوض يعني بالوضع الرياضي بميلت، لانه لا يبشر بالخير، لا يبشر بالخير. شكرا. كنتمنى الصوت ديالكم يوصل، وشكرا متتبعينا على اتباعكم المباشر، ونتلاقاو في مباشر اخر ان شاء الله.